مثل بيانات جبران كورية. بعد كل لقاء كان يجريه الرئيس السوري حافظ الأسد، يخرج الناطق الرئاسي السيد جبران كوري بتصريح من جملة واحدة لا تقول شيئاً ولا تقدم معلومة. وكان كوري بحكم موقعه ممراً طبيعياً للصحفيين للوصول إلى الرئيس، وفي لبنان كوريون كثر، ومنهم مدير تشريفات يلعب الدور نفسه، فلا يحصد الموظف الرسمي في القصر إلا على دوام الوجاهة والرتبة والراتب، ولا يحسد على تكليفه بمهام حارس مرمى فريق العهد حيناً وقلب هجومه أحياناً، ولا يحسد عندما يدبج بياناً لا يقنع، كالتأكيد مثلاً أن التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة ووفقاً للدستور بين الرئيس عون والرئيس المكلف، ولا يوجد طرف ثالث فيه. فإن لم يحضر جبران بالجسد إلى بعبدة فروحه حاضرة وشروطه واضحة ولمساته واضحة ونكده حاضر. وإن لم يكن الخليلان ووحيد المغنية وثلاثي اللقاء التشاوري وعطوفة أمير خلده جالسين على الطاولة للإدلاء بدلوهم، فأجنحتهم الملائكية ترفرف، ومن دون أن يقول شيئاً يلبط سليمان بيك إجره في بنشعه ويحدد هو حصته لا مطلبه في الحكومة. لذلك لا لزوم لإقحام الدستور في عمليات المحاصصة وتوزيع الحقائب بين القوى السياسية بمعزل عن أي مكون آخر، كأن لا ثورة ولا ثوار، ولا لزوم لبيانات من أسطر قليلة لا تقول شيئا في الواقع مثل بيانات المرحوم جبران كوري، ولا تقدم بالتالي لمواطني جهنم صورة واضحة.